من أزمة نفسية تسود وسط الجماهير، المكتب المسير إلى غير ذلك، وأيضا اللاعبين لتحفيزهم لتقديم ما هو أفضل في باقي اللقاءات، لأن الوداد ربما قد تكون حاسمة في منح اللقب لأحد الفرق، يعني ربما قد يتكرر السيناريو الذي حدث حين فازت الوداد بعد مشوار يعني مغادرة بدو الزاكي، مجيء فخر الدين رشحي، وذلك اللقاء الشهير يعني وهدف ودوش في شباك الرجاء، والوداد بعد ذلك تتمكن من تسيد البطولة وانتزاع الانتصار. في الفتح الوداد هذين الفريقين قد يلعبان دورا حاسما في تحديد هوية بطل هذا الموسم. فاللي جميل الآن لأن الكل بدا كيرمي اتهامات للطرف الآخر، فالمدرب كيقول لان اللعبه مخلصينش، الرئيس اكرم كيقول لان اللاعبين والمدرب خداو فلوسهم، الجماهير كتعاتب المسيرين، الكل كان يترامى بالاتهامات. الان ربما هذا الانتصار اللي خلى الوداد ب 46 نقطه دخل مرتبه ثالثه، ربما على الاقل يصمد يجمد هذا النيران ديال الغضب، حافز معنوي الان خص الكل يلتف حول الوداد، لان مرتبه ثالثه ومشاركه افريقيه ليست بالسيئه، وان كانت الامكانيات البشريه واللوجستيكيه والماديه ديال الوداد يستحق عليها اكثر من هذه المرتبه، يستحق عليها الصراع بقوه على البطوله، ولكن على الاقل كاينه مرتبه ثالثه. الان ربما كل المستقبل امام الوداد، شرط ان تلتحم كل الفعاليات ديالو. حتى الوداد لقد عاد من الخلف لكي لا ننسى، يعني مع فلورو كان في مراتب الاخيره، كان في مراتب وسط الترتيب العام، اصبح من المنافسين ربما على الصداره، غير مرحله الفراغ ديالو جات طويله، طالت وشملت مسابقات اخرى، يعني وجاوه انديه ديال المؤخره متابعين صحيح، واللاعبين شويه استهنوا بهاد لي زادفيرسير، خلاو على انهم كيلعبوا مباراه مشويه عليهم، وهاد المباريات وحده من الاخرى خلاو على ان قد تكون مباراه نهضه بركان شكلت صدمه للوداد ان تنهزم بالضبط، لان بدات الازمه ديال ولكن على العموم يعني متغيرات كثيره في نادي الوداد، منها تخفيض اسهم الانخراط، منها اعلان اكرم انه ربما غادي يقدم استقالة، وانتخابات جديده ربما يترشح عبد الله اكرم، لان هناك مسانده منقطعه النظير من المكتب المسير، ولكن على الاقل هذه الاطراف التي اختلفت وتجاذبت وتطاحنت فيما بينها لمده طويله جدا وما زالت وقفات يعني نادي الوداد الاحتجاجيه قد تصل لحل توافقي بين الجميع، فيه مصلحه وداد الامه، لان الوداد اكبر من اي شخص. هذا هو الاشكال، نتمنوا ان سريعا هذا سوء التفاهم بين كل الفعاليات ينضطر، وبالتالي الكل يصارع ويلتف حول الفريق ديالو، لان بقى ثلاث مباريات، وهالثلاث مباريات كفيله باهداء الوداد مرتبه ثالثه، مرتبه كما قلنا ماشي سيئه، مرتبه اللي تقدر تفتح افاق على اساس ان السنه المقبله يتم اصلاح ما يمكن اصلاحه حتى تكون الوداد في المقدمه. وصلنا الان مشاهدينا لفقره